اقوى واسرع دايت نظام غذائي للتنشيف وحرق الدهون. تاكل كبسة بهذه الكمية وتخسر دهون. شكرا يا ايها الصيام المتقطع. خصم 50% كذاب. الاشتراك ب 140 اخليه يوم واحد بس. يوم واحد 24 ساعة. السلام عليكم واهلين في فيديو اليوم. قبل فترة سويت فيديو وجبات يوم كامل للتضخيم وصراحة كان عليه تفاعل مرة قوي، فقررت اليوم اسوي نفس الشيء ولكن هتكون وجبات يوم كامل للتنشيف وخسارة الدهون، ولكن النظام اللي حنمشي عليه اليوم اسمه نظام الصيام المتقطع. اللي ما شاف الفيديو حق التضخيم حط لكم اللينك تحت في صندوق الوصف. قبل ما نبدأ، اذا انت مو مشترك في القناة اعمل سبسكرايب زر الاحمر، اشترك الان في القناة وخلونا نبدأ الفيديو. اي وقت امشي فيه على دايت او احاول انشف دائما استخدم نظام الصيام المتقطع. ما يقدر نسميه دايت، ممكن يكون هو اسلوب حياة او طريقة نرتب فيها الدايت. يعني ممكن نستخدمه واحنا ماشيين على نظام سعرات حرارية، على الكيتو دايت، كارب سايكل، اي طريقة او نوع دايت تقدر نستخدم فيه الصيام المتقطع، فيعتبر هو ترتيب ليومك وترتيب نظامك الغذائي. ما يعتبر اقوى طريقة ولكن هو اسهل طريقة، فبالتالي بيخلي الشيء الصعب سهل بطريقة غير مباشرة، بيخلي الدايت اقوى دايت. بدأ في 2008 فلي 11 سنة، ففي مجال الصحة والفتنس ما يعتبر شيء مرة قديم لي 50 أو 100 سنة. نظام جدا ممتاز وينفع للجميع، خصوصا للناس اللي يومها ما بيكون مرتب، الناس اللي تحب تاكل سناكات وآيس كريم وشوكولاتات، الناس اللي تحب تاكل وجبات كبيرة ما تحب الوجبات الصغيرة، أو يأكلوا وجبات كثيرة على مدار اليوم كامل. برضو للناس المشغولة اللي بيكون يومها كله شغل وما عندهم وقت للأكل. فكرة انك حتكون صايم عن الاكل لمدة 16 الى 18 ساعة، اي شيء فيه سعرات ما راح يدخل فمك، ولكن تقدر تشرب موية، تقدر تشرب قهوة او شاي من غير سكر، تقدر تشرب اي سبليمنت ما فيه سعرات حرارية. بما انه الصيام 16 الى 18 ساعة معناته فترة الاكل او الايتينج ويندو حيكون بين 6 و 8 ساعات، يعني انت بس راح تاكل بين 6 الى 8 ساعات، هذا الوقت اللي راح تاكل فيه وجباتك وسعراتك. كيف نقدر نسويه؟ بكل بساطة، نام أول ما تصحى من النوم من 6 إلى 8 ساعات ما راح تاكل شيء. يعني لو صحيت الساعة 6 الصباح أول وجبة راح تكون الساعة 12 الظهر لو اخترت تصوم 16 ساعة، ولو اخترت تصوم 18 ساعة حتاكل الساعة 2 الظهر. مزايا إنه بيقلل الخربطة، ما يخليك تلخبط في الأكل كثير، لأنه وقت الأكل عندك قليل فما راح تخربط وما تكون شهيتك مرة كبيرة. شعورك بالجوع ما راح يكون طول اليوم زي أي دايت أو نظام غذائي أو ممكن يكون فيه حرمان. هنا حتقعد جيعان وقت الصيام، بس مجرد ما تاكل بعدها حتكون عندك 6 ساعات كل شوية تاكل فيها، فما راح تجوع على مدار اليوم كامل. طبعا ما ننسى ان الفكرة الاساسية في اي نظام غذائي انه ناكل اقل من احتياجنا، سواء صيام متقطع ولا غيره. حتى لو حتسوي الصيام ما حيكون اكلك عشوائي 6 ساعات تاكل اللي تبغاه، لا طبعا راح تحسب سعراتك، ولكن تحط سعراتك في هذه الست ساعات. عندك 3000 سعرة تقسمها على 3 وجبات 1000 1000 1000 او 1500 1500، لو تبغى وجبة واحدة تاخذ وجبة واحدة فيها 3000 سعرة. واذا ما تعرف تحسب سعراتك، قد سويت فيديو قبل كده كيف تحسب سعرات الحرارية، برضو حط لكم اللينك تحت في صندوق الوصف. واليوم قررت انه ابدأ اسوي الصيام المتقطع من اليوم الى رمضان، حيكون تجهيز لنظام رمضان. طبعا انا وقت التنشيف باكل 2000 سعرة حرارية، راح اصوم 8 ساعات، يعني اول وجبة حتكون الساعة 6، حاكل الوجبة الاولى الساعة 6، والوجبة الثانية الساعة 9، والوجبة الاخيرة حتكون الساعة 12. فهذا هو الصيام المتقطع بكل اختصار. يلا خلونا نبدأ يومنا. الآن الساعة 12 الظهر، تمرين حيكون الساعة 2، ما أقدر أكل ولا شيء، فعندي هذه الأشياء. هذه عبارة عن منكهات للموية، منكهات مختلفة، توت، بطيخ، أحطها مع موية ما فيها أي سعرات حرارية أقدر أخذها، اسمها Water Flavors يعني منكهات الماء، وتنفع مرة للناس اللي ما يحبوا يشربوا موية وما يقدروا. دحين حجربهم، حقعد أشتغل شوية وبعدها أروح التمرين. وطبعا تمرين اليوم حيكون وأنا صايم، بس هذه الأشياء اللي أقدر أشربها أو الشاي والقهوة من غير سكر. وهذه النكهة اللي قررت أجربها، نكهة الرمان. طبعا أنا إنسان ما أجامل وأقول الحق، حجربه وأقول لكم، إذا لذيذ هقول لكم من فين تقدروا تشتروا ده، إذا مو لذيذ هقول لكم ما هو لذيذ. والله طعمه جيد، كمنكه يستاهل، تلاقوه في مصدر المكملات، حط لكم الرابط تحت في صندوق الوصف برضه.
شوف يا جماعة الحين كمان أختي ورا الكاميرا حتدوق وحتقول إذا لذيذ ولا لا. يمي. تقول يمي يعني لذيذ. من جد. خلاص. سويت أيوة. هذا للناس اللي ما تشرب موية. الحين جاهزين للنادي طبعا هذا البري ورك اوت وانتج طاقة في كافيين خلينا اصحصح وديني انرجي لان انا صايم فماني ماكل اي حاجة. وصلنا الجيم. هلا ميرو اعطينا وش هو كيف الصيام معاك؟ صيام متقطع. والله قلت له لازم نجرب اليوم احنا اثنين مع بعض. ما اكلت ولا شيء الى الان. كيف حاسس تعب ولا تحس تقدر تتمرن؟ والله حاسس شويه كذا حاسس كذا في صداع بس هو الحين باخذ البري ورك اوت. البري ورك اوت اول حاله اكيد. شوف ايش يصير. يلا بسم الله. وصلنا الجيم اليوم. الجيم مره زحمه زي ما انتم شايفين. تمرين اليوم حيكون بس لعضله الصدر لحالها، كل تمرين اربع جلسات. الحين قاعدين نسخن لاول تمرين حيكون انكلاين. الحين أمير يسخن بالبار فاضي وبعدها نبدأ أربع جلسات كل جلسة بين العشرة والاثناعشر تكرار. جماعة التسخين مرة مهم. التسخين أهم من التمرين نفسه. صح أمير؟ صح. يعني ممكن تسخن ما تتمرن بس روح سخن وامشي البيت. وامشي البيت. اطلع برا. اطلع برا. كده يكون خلصنا تمرين صدر. الحين الساعة صارت 6 وجبة بعد التمرين وأول وجبة في اليوم. يلا وجبة بعد التمرين. أمير عازمني. شوف المحل ذاك اسمه شاورمتنا فلة. بالله تعال ناخذ لنا شاورما. لا لا ايش وش قاعد تقول؟ حبة صغيرة. لا لا اجلس اجلس الحين اعزمك على سلمون. اصغر شيء سلمون يبكي. يا جماعة أمير قرر انه احنا ناكل الوجبة في البيت فأخذنا الأكياس نروح على البيت نجربه. هذه الوجبة الأولى رز وبطاطس مسلوقة والسلمون فيها تقريبا 650 سعرة حرارية. جاي الآن على مكتبة أمير يبغى يشتري لابتوب يقول لي دحين لازم لابتوب. أمير قرر ياخذ هذا اللابتوب لابتوب اتش بي. هذا أمير هدية مني ليك بمناسبة تخرجك من الجامعة. ألف مبروك يا جماعة باركولو تحت في الكومنتات والله يستاهل. ليه فين دار؟ يوتيوب؟ يوتيوب هذا؟ ايوه يوتيوب يا جماعة. بالنسبة لي خرج من الجامعة حيكون في كمان تخفيض على انمارفيد.com. اسمعوا كلامي. اسمعوا كلامي مني. لا لا هو امير اكتبه امير حيكون التخفيض 198 ريال. لا لا ما احسب 198 خصم 50% يصير الاشتراك. احسب شوف بسرعة كم 279 قسمة 2 اوف 140 الاشتراك ب 140 خليه يوم واحد بس. يوم واحد 24 ساعة من اول ما ينزل الفيديو يوم الظهر ليوم السبت الظهر. سبت الظهر ينتهي. يلا ظبطتك ظبطتك والله قوي. ودحين جاء وقت اخر وجبه في اليوم. كيف اخر وجبه؟ مو صح باقي وجبتين؟ ايوه صح باقي وجبتين ولكن انا ماشي على نظام الصيام المتقطع، يعني اقدر اكل عدد الوجبات اللي يناسب يومي. في وجبه قبل ساعه ونص ما قدرت اكلها كنت برا، ودحين رجعت باقي ساعه على نومي وحاكل وجبتين مع بعض، حدمجهم مع بعض، وحتكون الوجبه كبسه دايت. فيها 450 جرام رز و400 جرام صدور دجاج. الوجبه كامله فيها 1200 سعره والسلمون اول فيه 600 هذه 1800 واحتياجي من السعرات 2000 فباقي 200 سعره فراح اخذها من هذا البروتين بار. والله كبسه الدايت شيء خطير. تبون اعلمكم كيف تسووها؟ اكتبوا لي تحت في الكومنت. تاكل اكل لذيذ ما تحرم نفسك كميه جدا كبيره وتخسر دهون.
كده يكون انتهى الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم واستفدتوا واستمتعتوا. اذا عجبك المقطع اعمل لايك وانشر الفيديو للجميع، تحت في كلمة شير اضغط عليها، انشر عبر الواتساب لاصحابك والناس اللي مهتمة بالرياضة، نبقى الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. كان معكم انمار فيت، اشوفكم على خير في الفيديو الجاي يوم الجمعة الجاية. سلام.